بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أخ الرئيس. حقيقة كنت أتمنى لما نتكلم ورد على الخطاب الأميري تكون الحكومة ورئيسها يكونون موجودين، حيث أن الخطاب الأميري يتعرض لكثير من الأمور، وحنا راح نتعرض لكثير من الأمور التي تخص كثير من الوزراء أو مجملهم، لكن للأسف مو موجودين. لكن هذا ما يمنعنا أن صوتنا يوصل ورسالتنا توصل لهم عن طريق استافهم اللي معهم. أخ الرئيس، الأخ رئيس الحكومة هذا رابع حكومة شكلها خلال سنة أو أقل من سنة. في العرف السياسي تشكيل حكومات بالطريقة هذا دليل على فشل وليس نجاح. لكن مع ذلك اليوم الناس عندها تفاؤل، والشعب الكويتي في مجمله عنده هناك جرعة كبيرة من التفاؤل في مخرجات المجلس وكذلك في الحكومة ونوعيتها. ما ودنا أن هذا التفاؤل اللي موجود يتم الاصطدام فيه أو يصطدم على صخرة الأحلام التي لم تحقق. لذلك أعتقد أن مسؤولية الأخ رئيس الحكومة اليوم في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلد، أعتقد أنها مسؤولية لم يسبق لها مثيل، خاصة أن إحنا أتينا بعد حقبة مليئة بالمشاكل ومليئة بالفساد ومليئة بانتهاك حقوق الدولة وبكذلك استباحة المال العام، وهذا على مرأة ومشهد من الجميع. أخ الرئيس، يجب إحنا يكون عندنا في هذا المجلس خطين متوازيين، ولا نركز على خط واحد ونترك الخط الآخر. إن كنا نشهد الإصلاح السياسي وهو غايتنا الأساسية، يجب أن يكون هناك خط متوازي معاه يمشي، وهو الإصلاح في جانب المعيشة للمواطن، حيث المواطن البسيط يئن، أو في المجمل الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي كلها تئن من كثير من المشاكل، خاصة من تلاعب بمشاعر المواطنين وترك الحبل على الغارب بتلاعب بمشاعر المواطنين في الحديث عن زيادات وعن بديل استراتيجي. وهذا الأمر كله على ما نقول كلام هوى في شبك، لم يصطدم أو لم يكن هناك أي تصريح من الحكومة في هذا الجانب، بل بالعكس تركت لأصحاب السوشيال ميديا أن يتركوا ويتكلموا بهذا الأمر يعني شرقا وغربا، ولم يكتم تصريح من الحكومة في هذا الجانب وتلاعب في مشاعر المواطنين. وهذا أمر مستهجن وبداية غير سليمة لرئيس الحكومة واستاف الحكومي. لذلك النظر في معيشة المواطنين وفي عادة النظر في رواتبهم متقاعدين وغيره، أعتقد أنها من أولى الأمور في المرحلة القادمة. هناك أمور كثيرة غير راضية عنها الحكومة مثل إسقاط القروض وغيره، لكن النظر في معيشة المواطن، إحنا ما جينا هني إلا بأصواتهم، وإحنا صوتهم نبضهم، يجب أن تكون هذه من الأمور التي يعني راسخة أمام رئيس الحكومة واستاف الحكومي، وأن لا يترك هذا الأمر للتلاعب لأصحاب السوشيال ميديا وغيره. أخ الرئيس، الوحدة الوطنية أعتقد أمر يجب أن لا يتم التلاعب فيه، لكن للأسف هناك من بين الفينة والأخرى من يطلع ويلعب بالوحدة الوطنية، وهذا أمر غير مقبول وغير مرفوض جملة وتفصيلا. صمام أمان هذا البلد هو تلاحم شعبه. الغزو مر علينا وصمدنا بتلاحمنا مع بعض. اليوم لم يضربون هذا جنسية تأسيس وهذا جنسية سابعة، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض حتى في تولي المناصب الإشرافية أخ الرئيس. وهذا أمر أنا سوف أحاسب عليه رئيس الحكومة وكل الوزراء في هذا الجانب، ولن أترك هذا الأمر يمر مرور الكاميرا. نحن هنا للدفاع عن الوحدة الوطنية. نحن هنا أخ الرئيس للدفاع عن حقوق الشعب الكويتي والكويتيين طبقا لقانون الجنسية الصادر عام 59، هو سواسية، وطبعا للدستور هم سواسية. التطبيق الخاطئ لقانون الجنسية هو ما وصلنا لهذه المرحلة، وليس هناك مجال للحديث عنه في هذا الأمر في هذا الوقت. أخ الرئيس، الدولة كلها تعاني من شواغر، وأنا مستعد وليس أقول ما هو يحدث في الدولة اليوم من تفريغ قيادات الدولة في جميع وزارات الدولة. هذا الأمر يدعو لأمر خطير جدا، وهو ماذا أخ الرئيس؟ هو النفاق الإداري، والنفاق الإداري هو أخطر أمراض الإدارة. أنا حطك وكيل مساعد بالتكليف، وأنت تنافق عليه كوزير وتخلص لي كل اللي أبي، هني مدعاة الفساد أخ الرئيس.
التأخير في تسكين الناس ليش؟ شنو السبب؟ أنا ما أعلم هذا الأمر. أكثر من 150 قيادي معطل. ليش؟ ما ندري هذا الأمر. حط الكفاءة اللي ينجز، ولا تحط الإنسان اللي يفسد في هذه البلد، وحط إنسان من نفس القطاع ومن نفس الوزارة ومن نفس الهيئة. لا تجيب البراشوت وما غير البراشوت اللي صار في المرحلة الماضية. أخ الرئيس، لو تكلمنا عن همومنا وهموم المواطن الكويتي بنحطها على ورقة مثل هالورقة يمكن تطلع 12-13 مشكلة، ومستعدين حنا نقعد ساعة من الزمن ونضع لها الحلول، لكن هل هناك إرادة حقيقية أو إدارة حقيقية لتحل هذه المشاكل؟ الأمر يحتاج إلى قرار حقيقي لحل هذه المشاكل. المشاكل معروفة وحلولها معروفة، لكن هل هناك إرادة حقيقية؟ الأخ رئيس الوزراء له سنة الآن من صار رئيس وزراء، وقبلها يمكن 6 شهور هو وزير الداخلية. شنو الإنجازات اللي تمت؟ ما في إنجازات. الناس لها الحين تعاني من طرقها الخربانة، الناس لها الحين تعاني من أمورها السكنية. اليوم جنوب القيروان قاعدين يتكلمون عليه، وكل وزير يجينا في تصريح. ليش؟ لا، اليوم الشجر أهم من البشر عندهم. لا، ما نبي نخرب البيئة. مو أنتم المساحات الخضراء اللي في المناطق ما زرعتوها؟ تمر على السور اللي تطلع أنت ضيف جاي للكويت، تطلع من المطار تلقى الأرض شلحة ملحة، شجر خربان وميت. ولما تجي عند سكن المواطن، لا، هذه بيئة ما نبيها. لا، المواطن أهم من الشجر. لكن للأسف نظرة قاصرة، أمورهم اللي لازم يكون يسوونها ما سووها. أخ الرئيس، هناك أنا ناقوس الخطر اليوم، وناقوس خطر سوف تواجهه رئيس الحكومة وأي حكومة جاية، سواء هو بقى رئيس حكومة ولا مشى، وهو مشكلة التوظيف. أخ الرئيس، خلال 10 سنوات من الآن سوف يدخل في سوق العمل 200,000 مواطن ومواطنة كويتية. هل هيئة الحكومة الأرضية الحقيقية لتوظيف المواطنين؟ أخ الرئيس، لجنة تنمية الموارد البشرية في البرلمانات الأوروبية وفي أمريكا أهم لجنة في البرلمانات. تدري ليش؟ لأنها قاعدة توفر فرص عمل، ومعدل البطالة يرتفع ويصعد في هذا، بل عندها عداد في اللجنة نفسها. هل البطالة زادت ولا انقصت؟ اليوم الحبل على الغارب، والله ما يدرون عن السالفة. عيالنا حاربوهم، يبعثون ناس ولا يدرون وين يتوظفون. ليس هناك ربط لخطة العمل، لخطة الابتعاث بمخرجات التعليم. وين الدولة هذه اللي تفكر؟ وين الحكومة اللي عندها مرئياتها؟ هذا كله حبر على ورق. لذلك ناقوس الخطر اللي موجود سوف ندق وندق اليوم باشر، وتوفر فرصة عمل المواطن ولا مواطنة. أنت حليت مشكلة، أنت وفرت الاستقرار، الاستقرار الأسري في هذا الأمر. لكن أنا أعتقد وأقول الحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل. أخ الرئيس، المهندسين الكويتيين ملاقين وظيفة، وهناك 45-50,000 مهندس أجنبي في القطاع الخاص. أنا ما أقول الأجانب إخواننا وبنوا في هذه البلد وساهموا، لكن الكويت اليوم أولى، خاصة الكويت اليوم متخرجين أغلبهم من جامعات زينة. أخ الرئيس، عقود التوظيف التوكويت في القطاع النفطي هدمت كل أحلام أو عيالنا اللي تخرجوهم من المعهد التطبيقي. أخ الرئيس، من اللي بنى القطاع النفطي في 60s و 50s و 70s القرن الماضي؟ هم من يتخرجوا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي زودت هذا القطاع بكل ما يحتاجه، وزودت وزارة الكهرباء. اليوم قاعدين يجيبون عقود التوظيف ب10,000 موظف أجنبي، والله شهاداتهم ما يدرون منينها، جايين من دول ما بيقول من الدول هذه، شهاداتهم مضروبة. اللي قامت جمعية المهندسين تحط لهم اختبارات في فترة سابقة، وعيالكم اللي تخرجون من المعهد التطبيقي على أيدينكم وعارفينهم تسقطونهم بالامتحانات ولا تنجحونهم. أعتقد أن هناك محاربة للمواطن الكويتي في هذا الجانب. أخ الرئيس، أنا الهموم كثيرة بس قاعد أتكلم عنها. مشكلة الكهرباء الأخوان غطوها، وأعتقد أنها سوف تكون هناك مشكلة حقيقية في قادم الأيام إن لم تتدارك وزارة الكهرباء. أخ الرئيس، هناك أمر جدا خطير، وهو نقص الأدوية. ونقص الأدوية هذا أمر خطير، وأنا قلت للوزير، الوزير حسن النية الأخ الوزير، لكن دش في عش الدبابير. الوزير نزل نسبة أرباح منه موردي الأدوية، خلاها 40% وهي 45%. على فكرة أعلى نسبة أرباح للأدوية في دول الخليج هي الكويت. لما نزلها حاربوه حتى ما لقى الأدوية في الصيدليات الخاصة،
حاربوه ونقصوا الأدوية. وين ما نروح في نقص أدوية في كل مكان في المستشفيات الحكومية. أنا قلت لهم الوقت أخم بارك تفضل خمس دقائق تفضل. قلت له عرفت عليه السعودية حدت حضوة جدا ممتازة، ألقت الصيدليات الحكومية في المستشفيات وخلت التأمين الصحي للمواطنين ويأخذون من الصيدليات الخاصة، لكن أنت ما تقدر عليهم يا وزير الصحة ما تقدر. وأنا أقول لك ما تقدر، لا أنت ولا غيرك من من, من لأنهم هذولا مافيا وعصابات أقوى منك وأقوى من حتى غيرك من الوزراء. اليوم هناك لجنة شكلت في مجلس الوزراء، لجنة الأمن الدوائي والغذائي والمائي، لازم تكون الأمور واضحة. الصيدليات صارت غسيل أموال، لما حاربهم هو وزير التجارة طقوهم ولا يخلونهم. أنا أشد على يدك، سوف نحاسبك ونحاسب وزير التجارة إن لم تتخذوا هذه الخطوات في محاربة هذه المافيا اللي خلت حتى الناس ما يقدرون يشترون بيوت بسبب غسيل الأموال اللي صار في الكويت. الكويت صارت نهب لغسيل الأموال. اليوم خطواتكم جيدة لكن ما تابعتوها سوف تحاسبون. أخ الرئيس، أعتقد الحكومة مشكلتها أنها ما هي قادرة تصرح في أي شيء، حتى ناطق رسمي ما عندها اليومين هذه. أخ الرئيس، اليوم المواطنين يعانون من مشكلة ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية وفي غيرها، ووزارة التجارة مو قاعدة تقوم في دورها الحقيقي في هذا الأمر. اليوم الجمعيات التعاونية تركت، يعني لازم يكون يعدل قانونها أخ الرئيس، وتكون هناك حوكمة لها على غرار الشركات المساهمة حتى يكون هناك المنفذ الرئيسي والقريب من المواطنين في هذا الجانب. أخ الرئيس، يجب أن أقول نقطة جدا حساسة. النظام التعليمي بس بعجالة يجب إصلاحه، النظام التعليمي متهالك. سئل رئيس وزراء النرويج أخ الرئيس، قالوا ما هو سبب تفوقكم الشديد في هذا وصرتوا من التوب فايف في العالم؟ قال اهتمامنا بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم. التعليم اليوم الرئيس وزير الصحة وزير التربية على محك جدا في هذا الأمر. اليوم يجب على وزير المالية تضخيم إيرادات الدولة غير النفطية، لأن إذا بقينا على النفط راح نكون في مشاكل كبيرة. النفط سعره متغير صاعد نازل. أخ الرئيس، اليوم في تصريح لبلومبيرغ وقاعدة تقول تصريح جدا خطير أخ الرئيس. قالت هيئة الاستثمار الكويتية فقدت زخمها الاستثماري، تفتقر إلى إبرام الصفقات الضخمة وتعاني من الشواغر. شوف هذا الشواغر حتى في الهيئة العامة للاستثمار اللي هي يعني الذراع الرئيسي للدولة في الاستثمار. صندوق الأجيال لم يعد ينافس الصناديق السيادية الخليجية، الخوف من التدقيق تسبب بنوع من الشلل للصندوق. أخ الرئيس، اسمح لي أقول أن صندوق الاستثمار أو صندوق الأجيال أو مكتب لندن كان يسمى في ثمانيات القرن الماضي المقتنص الجريء بعد ما استحوذ على صفقة بريتش بتروليوم. اليوم صرنا نعاني وصار الصندوق السيادي من أقل الصناديق خبرة لأنها فرق من جميع كفاءاته، بل حوربت الكفاءات في هذا الصندوق حتى فقد زخمه. اليوم لا هو ولا التأمينات كلها البورد مالها ما في أحد. إن لم ننتفض لهذا الأمر سوف نعاني من خسائر جسيمة في هذا الصندوق، وهذا يؤثر على إيرادات الدولة بشكل عام. أخ الرئيس، أنا قدمت استجواب لوزير المالية السابق، وهذا الاستجواب تمخض عنه كثير من الأمور وبيّنت كثير من الأمور أنها حقيقية في هذا الاستجواب، وآخرها تصريح الوكالات العالمية في هذا الجانب فيما يخص صندوق الأجيال وفيما يخص بيع مرسيدس بنز في ذيك الفترة، وتم التفريض في 187 مليون يورو في خصوص يعني مجلس إدارة مرسيدس بنز لما عينوا فيه واحد مواطن كويتي. أعتقد أن سوف أقدم لجنة تحقيق في محاور استجوابنا لكم الآن، أنا كتبت هذه اللجنة. لذلك الأمر جدا خطير، واستثمارات الكويت أخ الرئيس اليوم على محك، ويجب أن ينظر لهذا الأمر لأن هي الذراع الآخر للنفط اللي عندنا. بل يجب أن يكون هناك في فترة من الفترات لما كانت إدارتها سليمة كان إيراداتها أكثر من إيرادات النفط. أخ الرئيس، باقي لي 44 دقيقة 44 ثانية. أخ الرئيس، ودي أختم في شيء جدا أمر خطير. يجب أن يكون لهذه الحكومة ناطق رسمي حتى لا تترك يعني الحبل على الغارب فيما يتداول في السوشيال ميديا، ويجب أن لا يختزل المشهد السياسي، وأن لا يكون رئيس الحكومة وحكومته رهن السوشيال ميديا ويتابعون السوشيال ميديا غثها وسمينها، وتحبس أنفاس المواطنين على السوشيال ميديا. أخطر ما يهدد استقرار البلدان
والدولة هو أن يحركهم أي حساب وهمي. هم يعرفونه، هم من يدرون الحسابات الوهمية، ناس هم يعرفونها، ويجب محاربة هذه الأمور، لأن أعراض الناس وسمعة